محاضرين وللسنة الثانية على التوالي قمنا بمظاهرات منذ العام الماضي ولغاية هذا اليوم ولم تحقق مطالبنا منذ عهد الأستاذ عقيل وإلى عهد المدير الجديد الأستاذ علاء. يعني احنا نتمنى انه من المدير الجديد انه ما يكون نفس المدير اللي قبله. احنا نعرف انه مدير جديد قبل اسبوعين او 10 ايام اللي تسنم من المنصب، نتمنى من عنده انه يطلع على هذه المطالبات بالتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم او يحولونا على اقل تقدير الى عقود. احنا شنو فائدة ال 125 ألف دينار؟ 125 ألف دينار حتى أسبوع أو خمسة أيام ما تكفي، كل واحد عنده عائلة، كل واحد عنده عايف شغله وعايف كل شيء يجي طيب 125 ألف. إحنا أهم شيء نريد التثبيت، أهم شيء نتحول إلى عقود. إحنا كفى هذه المماطلة والتسويف في وكذلك الضحك على ذقون الناس الفقراء والمساكين. كل إنسان خريج، كل إنسان خريج إلا مطلب وهو وحق وليس مطلب، حق أنه يتنفذ أنه يتعين. إحنا نريد واحد يطلع نطالب بحقوقنا. أول حق إنه هو أن يصرفونا مستحقاتنا بأثر رجعي، أجور النقل. ثاني شيء يحاولون العقود وزارية. ثالث شيء نريد يطلقون الدرجات الوظيفية مال الحذف واستحذاف من 2016 لحد 2018. احنا نريد واحد يطلع لنا ويشوف حقوقنا، ما جاي نلقي اي تثبيت. اي واحد جاي يطلع لنا ما جاي يعني نلقي اي واحد يتبنى شغلتنا، ما حد يطالب بحقنا. حتى بمجالس مال رئاسة الوزراء ما حد جاي يذكر اسمائنا، شنو السبب ما ادري. انا المدرسة اللي جاي احاضر بيها معتمد اكثر شيء على الكادر مالتنا، يعني ليش شنو السبب؟ يعني على المحاضرين معتمدين اكثر شيء. لا لحد الان ما جاي نشمل بيها، ليش انتم مو على علم بالفساد اللي صار داخل التربيه؟ اللي هذا معين ابن اخته واللي معين ابن خاله، واضافه الى اكو طلاب يدرسون سادس علمي ومعينيهم حرفيين، شنو السبب؟ شنو احنا نريد نعرف ليش؟ احنا يعني شنو موضعنا؟ لان احنا فقره ما عندنا واحد بالنواب لو بالوزاره. محافظة الديوانية المظلومة المنكوبة، نطالب من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء التثبيت، تثبيت المحاضرين، تثبيت المحاضرين الذين يحاضرون دون أجر، دون حقوق، سلب أموالهم، نطالب بتثبيتهم على الملاك الدائم أو تحويلهم إلى عقود وزارية أسوة بالوزارات الباقية، وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي. بالنسبة الكل محاضر انا مسؤول عن كلامي، كل محاضر جاي يعاني هالمعاناة، انا واحد من المحاضرين، ست اوامر ادارية عندي، ست اوامر ادارية، والله العظيم متزوج وعندي ثلاث اطفال وزوجتي خريجة علوم وقاعدين، ما حد بحالنا، اخاطب رئاسة مجلس محافظة الديوانية، رئيس مجلس محافظة جاي يتكلم يقول انا لحد الان ما ادركوا محاضرين ومحافظة الديوانية، انا من قضاء المدير، قضاء المدير المدرسة اللي داوم بها تبعد عن القضاء 40 كيلو، تمطر الدنيا اصعد بكاروبة في سبيل اروح ادرس مجاني، وكله من اجوري من جيب الخاص، لا طلبه من عندكم، الحذف والاستحداث ادفع لنا سنة 2016 2017 2018، كل شيء ما نريد احنا ابنائكم، تنظرونا بعينكم الصغيرة رحم الله والديكم، يا سيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم، انا ابنك الصغيرون وهاي كل ابنائك وهذن اخواتي وياي، ما يصير هيك، انا عندي ثلاث اطفال قاعد، ليش هيك؟ اليوم وقفة محاضري الديوانية بجميعها بالاقضية والنواحي وخاصة قضاء البدير، اليوم وقفة احتجاجية واعتصام من اجل مبلغ بسيط اللي هو لحد الان اللي هو المطلب الرئيسي لهم هو تثبيت العقود، تثبيت العقود، محاضرين 2000 محاضر ما يقارب تثبيت عقود مالهم، اثنين ثانيا صرفوا لهم على اساس اجور يوميه اللي هو 125، لكن للاسف الشديد بس حبر على ورق، حبر على ورق، ماكو اي صرف. ثالثا للاسف الشديد نقابه المعلمين ما نجد لها دور، شنو السبب؟ رابعا نطالب اعضاء برلمان الديوانيه خاصه والمحافظ الاستاذ سامي الحصاوي ومدير التربيه اللي للاسف
لحد الان لن ننزل نشوف محاضرينا شنو وضعيتهم. نطالب بتثبيت العقود رسميا اليوم وغدا، نتظاهر ونعتصم حتى يتنفذ المطلب الرئيسي. نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد.